المشروع المقترح للمجلة العلمية المحكمة، كما أولت الابتعاث والتدريب اهتماما كبيرا، فأوجدت اللوائح والضوابط الكفيلة بوجود اختيار الأشخاص والاختصاصات والدورات، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على مستوى الكفاءات الأكاديمية والإدارية المنسوبة للجامعة بإذن الله. أيها الجامع الكريم، إن الحراك العلمي والبحثي داخل الداخلي مهم جدا، إلا أن التواصل مع الجهات الأخرى محليا وإقليميا ودوليا حتمي وضروري لصقل ما هو موجود وإضافة معارف وخبرات جديدة، فالتطوير والبناء تراكمي وتكاملي في آن واحد. لذا اتجهت الوكالة بتشجيع من معالي مدير الجامعة حفظه الله لفتح قنوات التعاون الدولي والتواصل المحلي وإيجاد الحواضن الجاذبة للمشاركة المجتمعية، وقد أثمرت تلك الجهود عن مفاهمات واتفاقيات تخدم منسوب الجامعة عموما وتخدم الطلاب والطالبات على وجه الخصوص. هذا إلى جوار اجتذابه لكراسي البحث الممولة من القطاع المجتمعي الخاص. ولم تتغافل الوكالة عن برنامج الدراسات العليا، فقامت بإعداد مشروعات مقترحة لعدد من البرامج، آملين أن تنتقل إلى حيز التطبيق العملي إن شاء الله والعلمي في أقرب وقت ممكن. وإن كان لي من كلمة أخرى فهي الثناء على مواقف حكومتنا الرشيدة الداعمة للعلم والعلماء، والشكر لمعالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي الساهر على إدارة الجامعة ومتابع لدقائق شؤونها. كما أشكركم أخواني وأخواتي حاضري فعاليات الندوة هذا الصباح، سائلا المولى عز وجل أن يسدد مسعاكم ويجزل ثوابكم، ودمتم بحفظ الله وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني سعادة الوكيل، أخوة الزملاء والزميلات من عميدات وأعضاء هيئة التدريس ومحاضرات ومعيدات، حياكم الله في هذا الصباح، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله لقاء مفيدا مثمرا نستفيد منه جميعا فيما يعود بالنفع والفائدة إن شاء الله على هذه المؤسسة الفتية. ولعل الحق من حسن الطالع أن يتزامن هذا اللقاء مع مناسبة يومنا الوطني المجيد، الذي نسأل الله تعالى أن يجعل وطننا دائما في عز واستقرار ونماء وتطور، وهذا بحمد الله وتوفيقه ما نلمسه منذ تأسيس هذه الدولة وإلى يومنا هذا، نجد أن كل عام يفوق العام الذي قبله إن شاء الله نموا وتطورا وتقدما بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا بكل تأكيد يعني يجعل كل مؤسسات الوطن عليها مسؤولية كبيرة في أن تنهض بخدماتها وتنهض بما تقدمه لأبنائها من خدمات مختلفة. أيها الأخوات، أكرر الحقيقة وأقدر لجهد زملائي في وكالة الدراسات العليا تنظيم مثل هذه اللقاءات، وتنظيمها على وجه الخصوص لقطاع النساء، ربما أنهم أكثر حاجة لمثل هذه اللقاءات، لأنه قطاع الرجال يلتقون بين فترة وأخرى وفي اجتماعات مختلفة، لكن قطاع النساء ربما تكون فرصهم ليست كبيرة. وبالتالي أنا الحقيقة يعني أشدد على أهمية مثل هذه اللقاءات وأهمية مثل هذه الفرص في توفير الحقيقة المعلومات وتبادل الخبرة والتشاور وإتاحة الفرصة للأخوات لإدلاء بآرائهم وإدلاء بمشورتهم في تطوير عمل هذه الوكالة. لعلني أبدأ في أول الحقيقة يعني مهمة رئيسة لوكالة الدراسات العليا، وأعتبرها من أهم القنوات التي تغذي الجامعة، وهي قضية اختيار المعيدين والمحاضرين. واختيار المعيدين والمحاضرين بلا شك يعتبر عمل كبير وعمل مهم، وأذكر دائما وأكرر الحقيقة أنه يعني أهم عناصر البناء وأهم الحقيقة مكونات البناء لأي مؤسسة هو العنصر البشري. ف
فمتى ما كان يعني هذا العنصر يحظى بأولوية ويحظى باهتمام من قبل إدارة أي مؤسسة بمختلف يعني من إدارة الجامعة ووكلائها وعمدائها والكليات والأقسام، فبلا شك أن الجامعة والمؤسسة ستسير في مسار تصاعدي. فعندما يكون التركيز على الكفاءة والجدارة والتميز مراعيا بذلك أيضا تكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المتقدمين، نثق إن شاء الله أن الجامعة ستكون في مسار آمن وفي مسار الحقيقة يسمح لها إن شاء الله بأن تكون منافسة على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي إن شاء الله، وربما العالمي قريبا إن شاء الله. لأن هؤلاء أو اهتمامنا تركز في هذا الجانب بشكل أساسي، لأن يعني نعد أن هؤلاء الذين سيلتحقون بالجامعة اليوم من المعيدين والمحاضرين والمعيدين والمعيدات والمحاضرات هم حقيقة أهم مكون في أي مؤسسة وبالذات المؤسسات التعليمية. فالعنصر البشري لا شك يعتمد عليه نجاح أي مؤسسة. فعندما تقدم لي أستاذا ناجحا أجزم كل الجزم بأنني بالنهاية سأحصل على طالبا متميزا وعلى تعليما نوعيا متقدما. وبكل تأكيد بقية الإمكانات ومن التجهيزات وما يتبعها والخدمات الأخرى كلها أمور مهمة، لكن في تقديري وفي ظني أن العنصر البشري يفوقها أهمية، وهو الذي نعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في تطوير الجامعة وتقديم تعليم نطمئن إلى مخرجاته ونطمئن الحقيقة إلى سلامة خطته وسلامة إن شاء الله مخرجاته، وأن يكون بالفعل على مستوى